بس الجفل بر شفقاني واتلح مع عز اخواني وطيب الاحواء بس الجفل بر شفقاني واتلح مع عز اخواني وطيب الاحواء ابو علي يقول البارح انه يعرف يقلد ام عليوي اكثر منك. بنسوي تنافس بينكم والشباب يحكمون. ابتدي يا ابو ابراهيم. لا خليه يبتدي يقول يعاقب. لا لا ما خليه ابتدي ابتدي يا عمي ابو علي. لا لا ابتدي انت ابو ابراهيم ابتدي. صالحي. هلا. اعطيني حلاوة. هلا. الحلاوة هذه. نحطها بها الضروس مكسرة. اعطيني حلاوة. نحطها مع الضروس المركبين. ما اعطيك طق علي الطوفة. انا مستغرب بس. ايش معنى هذيل. طق علي الطوفة. صالحي. طق علي الطوفة. يلا راح. صالحي. طقي علي الطوفة. يقول لك احس كذا. من اللي قلد ام عليوي عادل ابو علي ولا ابو ابراهيم؟ والله انا اشوف ابو علي فيه شوي بس ابو ابراهيم افضل. ابو ابراهيم افضل عدولة. انا ابو ابراهيم ولا جاد. وانت؟ انا اشوف والله اثنينهم ذيل يبي لهم تزويد عشان يجيبونها صح لان شوي واحد ضعيف واحد شوي متوالد. ما تقيم. وانت شو تقول؟ انا اقول اثنينهم ما جازوا لي. لا انا قلت له لي. اي بلوح عليك. قيم. ما عجبتوني. ايه. ان ابو ابراهيم هو الافضل. ومستحيل ابو علي يخل. وانا بعد رايي يقول ان ابو. عندك. لا قلع. اذا ما تقيمه صح ولا ما في؟ لازم في كل شيء لازم هو يفوز. اي والله.